أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية، حيث تتأثر المنطقة الشمالية بكتلة هوائية باردة عملت على انخفاض في درجات الحرارة. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال هذه الليلة تسود أجواء مغبرة نوعا ما، 23 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا طقس صافي 25 إلى 11، عرعر 24 إلى 11، وتبوك 23 إلى 9 درجات مئوية. يلاحظ انخفاض كبير على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، حيث تكون الفرصة مهيئة لتشكل الصقيع خلال ليلة الجمعة على السبت في المنطقة الشمالية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 19، جدة 29 إلى 22، مكة المكرمة 35 إلى 20، والطائف 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة 25 إلى 15، أبها 28 إلى 13، وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 35 إلى 22، حفر الباطن 32 إلى 21، الإحساء 41 إلى 23 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، الحرارة تلامس 40 درجة مئوية، 39 إلى 26، بريدة 37 إلى 18، وحائل 32 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.